صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أثنى على المبتدعة وزكاهم هل يقال له مبتدع؟ إذا كانوا مبتدعة صحيح، لأن الحين المشكلة أن دلوا يسمون كل شيء بدعة، الشباب اللي عندهم حماس وغيره كل شيء عندهم بدعة. البدعة لها ضوابط وأدلة من الشرع، ولا يحكم بأن هذا بدعة إلا أهل العلم. إذا ثبت أن هذا بدعة، إذا ثبت أن هذا بدعة فإنها تجتنب، ويجتنب من ابتكرها أو دعا إليها. نعم.